بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، نكمل معكم المحاضرات. نبدأ إن شاء الله الآن في سلسلة المحاضرات في إنشاء المشروع المطلوب، أو اللي إحنا ممكن المشاريع اللي إحنا نتطرق إلها. طبعا خلال دراستنا اتعرفنا على، وطبعا اخترنا معاكم بالاتفاق مع الطلاب، التطبيق هذا اللي هو عبارة عن متجر اي بوكس، يعني اللي هو للكتب. وشفنا انه احنا هذه اول اشي، طبعا اتعرفنا كيف من بداية الفصل كيف نعمل على اللي هو السبلاش سكرين، وشفنا كذلك كيف نعمل شاشات الوك ثرو. هذول الثلاث شاشات الوك ثرو كيف اتعرفنا عليهم، وشفنا كيف نصممهم وكيف نبرمجهم. تمام، فاللي بده يعني يمشي في التطبيقات اللي زي معانا بده يروح اول اشي يعمل هذا الكلام في مشروعه، يعمل السبلاش سكرين، يعمل الوك ثرو. طبعا الوك ثرو، ايش الوك ثرو؟ مين مرة كمان مرة قلنا عبارة عن شاشة بتكون هي واحدة لكن بتحتوي على اكثر من شاشة، والهدف منها ايش يا شباب؟ اللي هو اللهم صل على النبي، اللي هو يعني التعريف بالشركة، ايش بتقدم، ايش فمثلا هنا يعني هم مثلا في المكتبة هذه ايش بده يجي يقول لك؟ هنا حط عندك في اللي هو في الكتب مثلا، هاي بيجي بيقول لك ايش، بيجي بقول لك مثلا هيو ويلكم تو ايدوفي سكول اي بوك ستور، هذا يعني للمدرسه. فايند اوت اباوت يور تشيلدرن اي بوك، لاقي كمان لو في بدك كتب اطفال، في كتب، عندنا كتب كتيره وانواع كتيره وتخصصات كتيره. فلو مثلا هذه مكتبه وبدك تعمل لها ايش؟ تطبيق. طيب تمام. الآن بخصوص اللي هو طبعا هذا التطبيق، طبعا شفنا احنا كيف ناخذ من التطبيقات من خلال الاكس دي، وكيف انا اصدرهم، وكيف انت تاخذ الصور اللي انت بدك اياهم. فموضوع اللي هو اخذ الصور هذا احنا شفناه قبل هيك، فمش حاجة ان اضيع الوقت فيهم. انا بدنا الآن، والتصميم طبعا انت التصميم سهل عليك الان، ما فيش يعني ايش صورة تحط وتكست فيو هنا، وهان كذلك تحط تكست فيو وتحط هنا باتون، ما فيش في عنا ايش الامور الصعبة هذه لانه صارت بالنسبة لك سهلة. الان اللي احنا اتفقنا كيف نتعامل مع الداتا، وشفنا كيف نتعامل مع مين الان، مع الفاير بيز. طبعا هو هنا بالتطبيق هذا، طبعا احنا بنقول الفاير بيز ليش يا شباب؟ لانه احنا لسه ما عندنا سيرفر وما عندنا يعني باك اند سيستم. الان بنعتمد على اللي هو السيرفر، اللي هو قاعده البيانات الموجوده على السيرفر عند الفاير بيز، بحيث انه احنا يعني نستفيد من هذه الخدمه. بكره انت بدك هذا نفس التطبيق تغيره وتروح تعمل داتابيس خاصه فيك على سيرفر خاص فيك. ان شاء الله بضل معانا وقت في الفصل ونشرح هذا الكلام، وتصير وتعمل اي بي اي، والاي بي اي يكون بينك وبين السيرفر. فان شاء الله هذا الكلام اذا ضل ان شاء الله بوقت بنشرحه، لكن احنا الوقت نستخدم الفاير بيز. تمام. طيب الان هو هنا كيف بيجي بيسجل؟ طبعا هم مش بحاجه لموضوع اللي هو هنا زي ما انتم شايفين في التطبيق، هم بس بحاجه لرقم الجوال، فهم بس بدهم ياخذوا منه ايش رقم الجوال، ويروحوا يعملوا ايش هنا عنده، ويخزنوا رقم الجوال عنده بدهم يتعاملوا معه. لكن احنا هنا بدنا، ما بدنا بس رقم الجوال، بدنا نعمل الان اللي هو مشابه للهوم وورك الثالث، اللي هو كيف احنا نعمل مثلا شاشه تسجيل دخول. فاحنا اليوم نشوف كيف شاشه تسجيل دخول من خلال، مش تسجيل دخول يعني تسجيل، في فرق بين تسجيل دخول وتسجيل. تسجيل اللي هو يعني انا ادخل بياناتي لاول مره عندهم، باسورد يوزر نيم ورقم التلفون، وفيما بعد بصير اعمل ايش يعني الفرق بين اللوجن والساين اب. هذا احنا، فاحنا اليوم بدنا نعمل ايش هو الساين اب. طيب
الان في الساين اب انا احنا هنا هم بس مخزنين قيمه، انا لا بدي اخذ مثلا بدي اعمل شاشه، عشان اكيد انتوا عندكم في تطبيقات اخرى حتلاقي ايش في عندك ساين اب. طب نيجي ونشوف هذا الكلام، نشوف عندنا احنا هنا يعني مثال للي احنا شفناه في الهوم ورك الثلاثه. هاي في عندنا شاشه هنا، الشاشه هذه فيها اللي هو اليوزر، بدنا نعمل ساين اب زي ما انت شايفها، نغير لونها بحيث انه يبين هنا كلر، الكلر هنا التكست كلر نخليه مثلا اي لون بدنا اياه مثلا زي هيك بحيث انه ساين اب. تمام، فالان هذه ساين اب اللي هي الشاشه، وايش فيها، ايش معنى ساين اب؟ يعني تسجيل في هذا المكان. طيب ايش في عندك انت؟ الفيرست نيم، بدك تحط الاسم كله، اليوزر، الايميل، الفون، الباسورد. تمام، طيب كيف بدنا نعمل الكلام هذا ونخزنه في قاعدة البيانات؟ طبعا احنا شفنا كيف هذا الكلام في الفاير بيز المرة اللي فاتت، نخزن في القواعد في القاعدة. ايش قلنا؟ لو احنا هنا جينا على الفاير بيز هنا في التول، لقينا فيها فاير بيز، لازم يكون انا عامل ايش هنا في الفاير بيز يا شباب؟ لازم يكون انا عامل قاعدة بيانات، صح ولا لا؟ فاير بيز، ايوه هنا، هاي بكون عندي هنا، هاي والتنتين هذول لازم اكون عامل كونكت وعامل الديبندنسي انا حاططهم. طبعا هذول في الفيديوهات السابقة مشروح كيف نعمل الكلام هذا. الان ايش بدنا نعمل؟ الان بعد ما نعمل هذا الكلام، قلنا احنا هاي يجينا هنا الشاشة، هذول الكلام اللي موجود عندنا، ايش في عندنا هنا؟ هنا ركز، هنا ناخده عشان يعني ان او يعني انت مبين عندنا انه كنا نعرف متغير من نوع اللي هو الفاير بيز داتابيز، ونقول له جيت انستنس، يعني انا وصلني لقاعدة البيانات اللي موجودة عندي. لو رحنا لقاعدة البيانات ايش قصده؟ وقول له جيت انستنس يعني اشبكني هنا، وبعد ما تشبكني هنا ايش بدك تروح تعمل؟ بتقول له بدي اعرف متغير من نوع داتابيز ريفرنس. لايش يعني؟ يعني بدي اروح انا على الداتا للريفرنس، زي يعني تشبيه يا شباب زي ما كنا نعمل كونكت على قاعدة البيانات العادية، وبعدين نروح نقول له افتح جدول وخزن لي فيه. هان نفس الموضوع، بس هان احنا قلنا فيش عنا قواعد بيانات بالمعنى قواعد البيانات العلائقية، لا، احنا هان في عنا اسم وسميناها نو اس كيو ال. تمام، ونو اس كيو ال يعني بس بتعتمد موضوع الشجرة في موضوع ايش اللي هو يا شباب موضوع ايش شو عنا اللي هو يعني قيمة والحقل تبعها. فاحنا مثلا هنا هاي عندك مثلا المسج بدك تحط فيها ايش؟ هلو وورلد، زي ما شفنا في المحاضرات اللي فاتت. طيب لكن احنا اليوم لا، بدناش نخزن بس قيمة، بدنا نخزن مجموعة من مين؟ من القيم، مجموعة من القيم. يعني مثلا المستخدم، المستخدم الاول نعمل له مجموعة من القيم. طب كيف بدنا نعمل الكلام هذا؟ فيش اسهل منه. اول شيء هذه الشاشة تصميمها بسيط جدا، تمام، وما فيش عندي اي صعوبة في عملها، لانه احنا هذا الكلام ايش وقبل هيك عملناه، صح ولا لا؟ طيب الان اللي بدنا نقوله كيف احنا بدنا نيجي، اول لما نيجي نضغط على الزر هنا بدنا نروح نحفظ في قاعدة البيانات. طيب الان انت عارف عشان انا اول اشي بدنا نسأل سؤال لنرجع هنا للقاعدة. لو انا بدي اجي اسألك سؤال، انا هالوقت لما كنا من زمان من اول ما تعلمنا الاندرويد، لما بدنا ناخذ القيم اللي موجودة على الشاشة ايش؟ ما هو ايش في عندي هنا؟ مين يقول معنا؟ ايوه كيف كنا؟ ايوه كنا نروح نقول نعرف لكل واحدة اي دي من هدول، تمام، هاي الاي دي تبعها، نروح نعرف اي دي، هاي اي دي طبعا لازم تكون اي دي، طبعا احنا عرف اي دي موجود عندك، اي اي دي بتحب تعرفه، هيو الهان الاي دي. وبعد ما تعرف الاي دي ايش نروحنا نعمل؟ نروح نستخدم الداله ايش اسمها، هايهم الفايند فيو باي اي دي. طبعا في الاول لازم اعرف خمس متغيرات من نوع مين؟ ايديت تكست، صح ولا لا؟ طيب هايهم الخمسه طبعا، وباجي في الاون كرييت وبقول له ايش هذولا، هايو فايند فيو باي اي دي. طبعا هذا الكلام ما ايش يعني في اندرويد واحد، مش فيش هنا اشي جديد. طيب
هالوقت ايش بدنا نعمل؟ بدنا نروح نقول له لما تضغط على الزر ايش روح اعمل يا شباب؟ روح اعمل يعني روح اخزن في قاعدة مين؟ البيانات. طيب ماشي الحال، هالوقت عشان اخزن في قاعدة البيانات في عندي زر هان، صح ولا لا؟ الان الزر هذا اول ما اضغط عليه يعني ايش الحدث؟ اون كليك. كنا احنا ناخد اما ناخد هنا ونقول اون كليك ونعرف قلنا حدث، او ايش نروح نعمل؟ او نروح نعمل متغير من نوع بتون، هيو تمام، عرفنا متغير من نوع بتون، ونقول له ايش هو هذا؟ سيت اون كليك لسنر، يعني تصنط لي على الليسنر انت، يعني لما نضغط الزر هذا كيف بجيب؟ هذه سهله جدا. ها لو جيت هنا ايش اسمه؟ ريج، ها ريج بتون، ريج بتون بي تي ان دوت سيت، سيت اون كليك لسنر زي هيك، وتقول له نيو وقول له شيفت حرف الاو كابيتال، هاي بيجيب لك ايش الاون كليك لسنر، وهي بتيجي هنا هاي في داخل الداله اللي اسمها اون كليك، وبتكتب الكود تبعك اللي بدك اياه. طبعا هذا بدناش اياه لانه هي مكتوب عندنا. طيب في داخل هذا الكود، ها هيو في داخل هذا الكود في الاون كليك هاي تاعتنا، ايش بدي اعمل انا؟ بدي اقول له روح وين روح؟ روح افتح قاعدة البيانات، هيو انستنس اللي تو شفناها هناك، هاي كمان مرة هنا وين؟ هيها اللي عرفناها زي ما عرفنا في الاول، انستنس يعني روح لوين؟ هنا امسك لي ما جيب لي انستنس في قاعدة البيانات. طيب تمام، وبعدين روح قول له حط لي قيمة، بالقيمة مين؟ ايش اسمها ايش القيمة؟ يوزر، بدل مسج احنا هالوقت ايش نسميها؟ يوزر تمام، بدل مسج هان ايش اسمها هنا؟ يوزر. طيب الان احنا مسج اعطيناها قيمة واحدة، لكن احنا الان لا بدناش نعطيها قيمة واحدة، بدنا نعطيها مجموعة من القيم اللي هم مين؟ اللي موجودين عندي، صح ولا لا؟ طيب عشان انا اخذ القيم اللي موجودين على الشاشة ايش بروح اعمل؟ مش بدي استخدم دالة الجيت تكست، كيف بدي اجيب انا من هذولا؟ كيف بدي اخذ القيمة من هذه ومن هذه ومن هذه؟ من خلال مين؟ اللي هو يا شباب مين؟ الجيت تكست. فبعرف هنا متغيرات، خمس متغيرات اخرى من نوع سترينج، وبقول له النيم خليه ياخذ القيمه اللي على الشاشه اللي فيها النيم. طبعا هذا مين هذولا؟ هذولا ايش احنا بالفايند فيو ايش بنعمل؟ بنعمل بنخليه هذا وكيل عن مين؟ اللي عن الشاشه، صح ولا لا؟ طيب ونقول له اليوزر جيت الجيت تكست، والايميل هات الايميل، والفون هات الفون، والباسورد هات الباسورد، تمام. وكلهم كل واحده خزنهم في مين؟ في ايش يا شباب؟ في كل قيمه من هذول القيم. طيب تمام، الان انت لو جيت هنا ايش هنا خزننا؟ خزننا هيلو وورد، صح ولا لا؟ طب كيف انا بدي اخزن هالوقت الخمس قيم؟ هل انا بدي اروح احط هذول الخمس قيم ورا بعض؟ لا، ها ايش بدي اعمل؟ افهم الوقت ايش بدك تعمل؟ بدك تروح تعمل ما يعرف بالموديل، او ما يعرف بدك تعمل يعني كلاس، وهذه الكلاس فيها الخمس قيم هذول، الخمس قيم هذول، تمام؟ ايش الخمس قيم هذول يا شباب؟ اللي انت بدك تخزنهم، بكره بدك تخزن 10 بتعمل الكلاس فيها 10 ايش قيم، بدك تخزن 2 بتعمل 10 بتعمل 2 حسب ما بدك اياه. طيب الكلاس هذه كيف بدنا نعملها؟ بنروح على هنا الجافا، وبنروح على اول مجلد، وباجي هنا بالنيو، وبعمل ايش هنا؟ نيو ايش يا شباب؟ جافا كلاس. ايش اسمها؟ احنا طبعا عاملين واحده هنا بس بدنا نعيد عشان انت تتعلم. بنقول له هنا نسميها يوزرز، احنا هنا مسمى يوزر بنسميها يوزرز، يوزرز زي هيك عشان ما تختلفش، تمام. وبنقول له ايش؟ انتر، تمام. هالوقت الكلاس هذه ايش بدك تعرف فيها؟ كم قيمه احنا عندنا هناك؟ يا شباب خمسه، صح ولا؟ هي واحده اثنتين ثلاثه اربعه خمسه. بدي اروح اقول له هات لي خمس قيم، هات لي خمس قيم. طيب الخمس قيم ايش نوعهم يا شباب؟ يلا مين يقول معنا؟ الخمس قيم نوعهم سترينج، صح ولا لا؟ اذا ايش بدي اعرف هنا؟ ولا بدي اعرف سترينج، سترينج النيم، واعرف الباقيين زي ما ايش؟ زي ما عم. طبعا احنا معرفين ان انا بديش اضيع وقت فيهم، فبجيبهم من هنا، وانت طبعا بتجيبهم
وبتعرف هذا الكلام، مش فيش الصعوبة عليك. فإما يمكن بتعرفهم زي هيك تحت بعض، أو بتقول string يا شباب وبتعرفهم كلهم على سطر واحد. عارفين الكلام هذا في المقدمة في البرمجة، إما بحط كل واحدة لحاله، بحط هنا فاصلة منقوطة وبحط string، أو بحط string كلمة هنا وكلهم بحطهم تحت بعض. طيب تمام، الآن ايش بدك تروح تعمل؟ بدنا نروح كمان نعمل constructor، أو ما يعرف بدالة البناء. ايش دالة البناء هذه يا شباب؟ سواء اللي أخذ البرمجة الشيئية أو ما أخذش، أنت هالوقت مش بدك تدخل البيانات هذه اللي على الشاشة عندك، أه كيف بدك تعطيها له وتسلمها له؟ كيف هو بده يستلمها منك؟ بدك تقول له روح اعمل لي دالة تستلم مني هذه البيانات. طيب وين تستلمهم؟ ايش اسمها؟ اسمها constructor. كيف بنجيبه هذا الكونستراكتور؟ بنضغط هيك باليمين وبنقول له جنريت، وبنقول له هاي ايش كونستراكتور. بقول لي كونستراكتور لمين؟ قول له كل القيم هذه، بعمل شيفت مع ايه بيعملهم كلهم، وبقول له زي هيك، هاي راح جاب لي مين؟ الخمس قيم. ايش الكونستراكتور هذا؟ اسمه نفس اسم الكلاس، وبياخد القيم الخمسه هيهم زي ما انت شايف، وبروح بيعطي النيم للنيم، واليوزر نيم لليوزر نيم، والايميل للايميل، والفون للفون. طيب ليش هالوقت حط كلمه this قبل النيم هذه؟ احنا بنعرف هالوقت هذه وهذه متشابهين. طب كيف هذه وهذه متشابهين؟ كيف بدي افرق انه اللي فوق هي هذه؟ فبحط كلمه this ايش جنبها. تمام. طيب الان مش بس بدي اعطي قيم، طب انا لما بدي اخذ قيمه او بدي اعطي قيمه ايش بيلزمني كمان؟ بيلزمني يا شباب داله تعطي القيمه وداله ناخذ منها القيمه. طب ايش هم الدالتين هذول؟ ست وجت. طيب ست وجت لمين؟ ست وجت للنيم، ست وجت لليوزر نيم، ست وجت لمين؟ للايميل، ست وجت للفون، ست وجت لمين؟ للباسورد. طيب كيف انا ممكن اجيبهم هذول؟ باجي باليمين زي هيك وبقول ايش يا شباب هنا، وبقول له جنريت، وبقول له ايش جنريت. شايفين ايش مكتوب هنا؟ طبعا وين بدي اقول؟ خارج هذا، خارج خارج اللي هي مين؟ الكونستراكتور هذه. تمام. وباجي هنا وايش بقول له هان؟ وبقول له اللي هو جنريت، هاي جنريت، وبقول له جيتر مع ستر، وبقول له لكلهم اعمل جيتر مع مين؟ مع ستر. ومنيج هايو عمل لي جيتر وستر لمين؟ لكله. فلاحظ هنا عندك شايف ما اسهله، الجيت للنيم وست للنيم، جيت لليوزر نيم وايش وست لليوزر نيم، زي ما انت شايف ما فيش شيء اسهل من هيك. اذا هاي خلصنا الموديل هذا، بنسكره، خلصنا منه. وبنيجي هالوقت ايش بدي اعمل؟ بدي اروح اقول له هيو، بدي اقول له عرف اوبجكت او متغير من نوع مين؟ من نوع اليوزر، صح ولا لا؟ مش انا هذه كلاس وبدي اعمل منها يوزر، صح ولا لا يا شباب؟ فهي عملت يوزر الاول، وهي اليوزر، وقلت له نيو يوزر. ايش بدك تروح تعمل له القيم؟ اي قيم؟ الخمسه هذول، هاي الخمسه هذول، بروح بفتح اليوزر، ايوه بيجي بلاقي الخمسه، هاي هذول الخمسه، بيعطي الخمسه لمين؟ للقيم هذول. طيب بعد ما يعطي القيم هذول خلص، هالوقت اليوزر هذا اصبح فيه الخمس قيم. باجي هالوقت احنا كنا هنا ايش نقول له؟ في نقول له ست فاليو هيلو وورد قيمه واحده. الان لا، بدي اعطيه كل مين؟ كل اليوزر اللي انا مين يا شباب؟ اللي انا عرفته، اللي انا مين؟ عرفته. شايفين الست فاليو هيها؟ فانا هينو اعطيته مين؟ كل البيانات هذه. طيب حلو كتير. طيب لكن انا لو سالتك سؤال هالوقت يا شباب، هانا ها خلي بس خلينا ننسخها عشان نضلناش رايحين جايينها ونشوف ايش الفرق. الان لو رجعنا للكود هذا، ها هاي الكود هذا شايفينه؟ ايش هو هنا؟ ايش بيفرق؟ بيفرق عنا بشيء؟ هاي الجيت انستنس هيها، تمام، هيها موجوده هان، وهذه هي هذه اللي هي النود نفسها، وهذه تعريفها يا فوق معرف لنا اياها، بس هو مستخدم تحت، فانت يا بتعرفها جنبها يا بتعرفها فوق، كله صح. تمام. وهي الريفرنس تبعنا، هيو مين الريفرنس؟ هيو. تمام. المسج هالوقت مين هي هان؟ المسج تاعتنا اللي هي مين؟ ايوه اليوزر، صح ولا لا؟ طيب المسج هو راح خزن في مين؟ ست فاليو هيلو وورد قيمه واحده. طب انا هالوقت بدي اغيب، بدي احفظ خمس قيم ست قيم، قلنا بنستخدم اليوزر. طب ماشي، هالوقت اليوزر هذا بده يصير يوزر واحد ويوزر اثنين ويوزر ثلاثه، كيف انا بدي يصير عندي اكثر من 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 يوزر؟ بدي اروح، شايفين هنا ايش شايفين انتم؟ هاي الريفرنس دوت ست فاليو هيها،
ايش عشان انت تروح تعمل للشجرة هذه، مش بس في قيمة واحدة، لا انا بدي يصير في منها فروع الشجرة هذه، اليوزر الاول اليوزر الثاني. قبل الست فاليو بدي اروح اعمل ايش، هاي بدي اكتبها، شوف تطلع معي ايش بدي اعملها، ريفرنس ريفرنس نوت دوت تشيلد، هاي شايف تشيلد عندي، ايش تشيلد يا شباب؟ يعني الفرع من الشجرة هذه، هاي الفرع من الشجرة هذه، هاي الفرع من الشجرة هذه، طيب تمام. الفرع من الشجرة هذه كيف انت بدك تفرق الفرع الاول عن الفرع الثاني عن الفرع الثالث؟ شفنا في المحاضرات اللي فاتت انه كنا نعمل جيت للاي دي، صح ولا لا اذا بتتذكروا؟ لا احنا ايش بدناش نعمل جيت للاي دي هالوقت، بدنا نعمل احنا رقم الجوال او رقم الهاتف الموجود عندنا هو اللي بيفرق عن الثاني، بحيث انه ما فيش واحد، طبعا احنا كل واحد جواله مختلف عن الثاني، صح ولا لا؟ فانت هنا بدك تروح تحط، بدل ما تقول له جيت وتحط الكي هان، فايش بدك تروح نحط هنا الفون، هنا الفون اي دي، الفون نمبر اللي فوق هيو اللي احنا خدناه من اليوزر، بعدين نقول له دوت ست الفاليو، مين الفاليو بدك تحط فيه؟ هيو اليوزر اللي احنا بدنا اياه، طبعا هذا مكرر تحت فاحنا بدناش، بس عشان انا فرجيتك اياه. وبهيك احنا ايش بنكون؟ بنكون هذا الكلام طبعا بدناش اياه لانه هذا بس جبناه عشان نفهم. وبالتالي الان انت بتبعت اليوزر لمين؟ للفاير بيز، وبتخزن عنده هذا الكلام. تعالوا نعمل رن هالوقت ونشوف ايش يا شباب بده يصير عنا، ايش بده يصير عنا. تعالوا نعمل رن، هاي نعمل رن هنا ونشوف اللي هو البرنامج ايش بده يصير عنا وكيف بدنا ندخل فيه بيانات. طبعا بدك تتاكد اول ايش النت ايش يا شباب مشبوك على الجوال، لانه انت بدك تشبك وين هنا، بدك تشبك وين على ال، على مين يا شباب؟ على اللي هو الانترنت، لانه الفاير بيز بيكون شغال في الانترنت، صح ولا لا؟ طيب تمام، نشبك هان. هاي البرنامج عندنا تمام. طيب الان نعمل ران، هاي نعمل ران الان، نشوف عندنا هنا اللي هو ايش حيظهر عندنا، حيظهر عندنا اللي هو التطبيق. لو جينا الان بدنا نعمل اللي هو نعبي البيانات عندنا هنا، هنا في عندنا البيانات تمام. مثلا نعبي اي بيانات هنا، ندخل هنا عند اي بيانات، طبعا هنا بده يكون عندي مثلا، نيجي هنا هذا اليوزر نيم مثلا احمد، وهنا الايميل مثلا نكتب اللي هو احمد @gmail.com. الفون طبعا هذا الفون اللي انت بدك 0599393 كذا تعمل وتحط الباسورد هنا 1 2 3 4 5 6 وتقول له التالت، تروح هنا تفتح، نفتح هنا القاعدة عشان نتأكد انه هو مباشرة بتم عملية التخزين. فهنا نجيب هذا ال تمام، نقول هنا شايف انتنل هن مكتوب اعمل او جو، ايش المفروض الان يجي عندنا؟ طبعا هنا بيستجيب هو من ال، شايف هايو الان خزن عندنا هاي اليوزر هاي اللي احنا تو دخلناه. طبعا هاي شايف انت ليش؟ عشان هالوقت انت كنت تيجي هنا وتعمل قبال هلو وورد مسج، لا احنا هالوقت حطينا له تشيلد هايو، صح؟ طيب تشيلد باي رقم؟ بالرقم هذا، وهي اللي تو دخلناهم وبايش الباسورد يوزر. طب تعال نعمل يوزر ثاني جديد مثلا، طبعا انت بدك تكون عامل هنا مثلا تفرغ الشاشه هنا
او مثلا احنا هنا ايش مثلا نيجي نعمل، نروح مثلا نوقفه ونعمل رن من جديد هان ها، عشان احنا لكن انت الاصل انك تكون عامل ايش رن، تجيش تعمل هنا وقف هنا. طبعا هنا عشان هو عامل الست فوكس تحت عندنا، لكن ها بدي بس عشان افتحه من عندي من الجوال اللي هو هنا. مغلب شوية هذا طبعا السيميوليشن. طبعا يا شباب التطبيق الآن صار موجود على الجوال، فمثلا لو بدي أنا أعمل هنا علي ها مثلا، خلص مش لازم إني أروح أعمل رن مرة تانية، ده أعمل علي وهنا بدي أقول له اليوزر نيم علي مثلا 1 2 3، وبدي أروح هيقول وبدي أروح أعمل الإيميل علي أو أليس أت جيميل او اوتلوك او اوتلوك، التالي الفون مثلا 0598135 كذا مثلا. طبعا انت بتحدد هذول الشغلات، باسورد 852 وبتقول له تم. الان لو قلنا جو ها، لو عملنا خلاص شايف الان المفروض يجي يتخزن هيو عنا، وهي ايش اليوزر الثاني صار موجود عنا. الان زي ما انت شايف صرت انت تخزن بيانات كاملة عن مين؟ عن هذا اليوزر. فالان بتمنى انه كل واحد يطبق هذا الكلام، يعمل شاشة اللي هو في مشروعه شاشة، اذا هو حابب يعمل تسجيل للمستخدمين، عشان المحاضرة الجاية ان شاء الله بدنا نصير نشوف كيف بدنا نعمل لوجن، نيجي نقرأ البيانات من هان، هل الرقم وهذا الجوال او هل هذه بياناته الموجودة هنا هل موجود عندنا اليوزر نسمح له يخش بتطبيقنا ولا مش مسموح. تمام يا شباب. طيب ايش ممكن هنا ان نرجع بس عشان لبعض التأكيدات اللي احنا بدنا نأكد عليها. بدك اهم اشي اذا في عندك بيانات هيو عندك، بدك تروح تعملها كلاس او ما يعرف بالموديل، وتشوف كيف نبنيها بسهولة وما فيش اسهل من هيك. تمام. تنساش كذلك تروح تحط تعرف المتغيرات هذه على الشاشة اللي هنا كلهم تاخدهم وايش، وتروح تعملهم find view by id زي ما حكينا من اول المحاضرة. كمان تتأكد انه انت شابك على الفاير بيز، وشفنا نرجع للمحاضرات السابقة ونشوف كيف نشبك في الفاير بيز. مين يذكرنا في الفاير بيز ايش نعمل مرة تانية؟ اول اشي بدي اروح لايش يا شباب، لموقع الفاير بيز. تمام. وبعدين اروح اعمل انشئ في مشروع، انشئ فيه اعمل بروجكت وانشئ فيه مشروع. بعد المشروع اروح اعمل قاعدة بيانات. تمام. وبعد ما اعمل قاعدة بيانات واعملها تيست، اروح اجي هنا على اللي هو المينيفيتس واخد اللي هو اسم الباكج واروح اسجله. وين اروح اسجله؟ في اللي هو مين؟ في الموقع. طبعا هذا الكلام مشروح في المحاضرات السابقة. وبعدين انزل الملف الاكس ام ال، عفوا الجسون، الملف الجسون، واجي والصقه وين؟ هنا في وين؟ في التطبيق. عشان ايش ملف الجسون هذا؟ ملف الجسون هو الربط بينك وبين مين؟ وبين المشروع. لانه لو سالتك سؤال انت هالوقت عندك 10 مشاريع موجودين عندك في وين؟ في على النت بينز، كيف بده يعرف هو التطبيق هذا ان هو ملف فيهم ان هو؟ فملف الجسون هو مهم جدا. ولاحظوا كمان انت عشان تتاكد انه ملف الجسون عندك يعني تم تنفيذه صح وما فيش عندك مشاكل، شايف الجافه هذه تيجان على الجافه، ولاحظ هنا في تحت اللي هو الجنريتد بتلاقي عندك هاي بيلد كونفج، بيلد كونفج لو ضغطت عليها بتلاحظ عمل لك بعض الايش، عمل لك كلاس اسمها بيلد كونفج. ايش هذا البيلد كونفج؟ لاحظ حيحط لك مثلا هنا الابليكيشن اي دي تبعك المشروع، حيحط لك الفيرجن كم، حيحط لك ايش هو نوع اللي انت بتشتغل عليه هذا. فبتمنى كلنا نطبق هذا الكلام يا شباب، وان شاء الله زي ما حكينا المحاضرة القادمة بإذن الله حنشوف كيف احنا نتأكد من انه هذا اليوزر موجود عندنا ولا مش موجود. بدك طبعا انت بتعمل يوزرات قد ما بدك،
لأنه هذه القاعدة مفتوحة عندك. بتمنى يكون واضح، وإن شاء الله يعني المحاضرة الجاية من نكمل في هذا المحاضرات، وبارك الله فيكم.